تفضلي. السلام عليكم. مضربش. السلام عليكم. انا زوجه مزوجه، عندي ثلاثه الابناء، كنعيش واحد الوضعيه صعيبه بزاف انا والابناء ديالي. اطلقي سير اطلقي. انا كنعيش واحد الوضعيه صعيبه بزاف انا والابناء ديالي، انا فعلا في وضعيه صعبه جدا. اللي كنقول لكم ان الزوج ديالي تخلى على الوليدات ديالو من بعد ما جابني من عند والديا وتنازلت ليه، جابني حتى جابني، دوزنا واحد المده زوينه، واخا كاين بعض المرات كيسد عليا ويعنفني وديك الشيء، حنا قلنا نصبروا على وجه الوليدات. من بعدها لحني الزنقه بدون سبب. السبب هو تيقول لي انا عندي صعبتي، انا ما عنديش باش نخلص الكرا، سري عند امك. قلت له هذه ماشي فعيل الاب وفعيل الرجوله. قلت له علاش؟ قال لك لا انا ما عنديش. انت قال لك انا فين ما نقول خصها شي حاجه في الدار خصو ينوض معايا الصداع. كيقول لي انت كتنكري، انت كديري، انت المهم. وانا غادي مع بنيه صافيه، تبدل عليا بزاف. المهم من بعدها سيدي اش درت؟ ناض قال لي هاد الاثاث ديال البيت كله بغيت نبيعو باش نخلص، باش المهم نتحولو نمشيو للجديده نمشيو كذا. هو السيد غير بغى يغدرني، ما ثقتش فيه، حسيت به بلا بغى يغدرني. من بعدها جاب هوندا هو وامه، هزو الفراش من وسط الدار بالحصيره بالثلاجه الماكينه قدام الجيران، داو كلشي، داو خلاوني على الدس واقفه بوليداتي، ما بقاو في وليداتي وما خاف نصيد ربي. ما السيد ما بدون اسميتو بدون احساس. من بعدها سيدي اشنو درت؟ انا مشيت كنبحث عليك، انا نهز وليداتي معايا، كنمشي نسول هاد السيد فين مشى، هاد السيد فين مشى. يا راجل يا مرا صافي كنسولو، كيقولوا لي راه هذاك تلاقينا مع داز زمنه، تلاقينا سولت واحد السيد براني ما كنعرفوش. قال لي راجلك ها فين ساكن وها الدار فين ساكن؟ سمرت عليه وقلت تماك حتى الليل، حتى شفته هو وياها داخلين كرالي هابيت مع الزوافريه وكيجيبها. هذه بنت الناس، هذه كتقول لك هي تعدى عليها، هذه ما عندهاش حق عند الله ولا عند المخزن، ما عندهاش. من بعد سيدي اش درت؟ مشيت ديريكت للجندام، جبت لهم الجندام. منين جبت الجندام سيدي اسميتو داوهم، قالوا لي واش بغيتي تنازلي لي؟ قلت لهم لا، انا خصني نعرف بعدا اشنو كاين بعدا، علاش بغيت نتنازل؟ من بعد هو كيعترف بيه تزوج بها وسيده حامله منه وكاع داكشي كيعترف به. انا صافي عطيت، حسيت واحد الاحساس صدمت في حياتي منين هو تيقول بغيت نتزوج بها وحامله مني، حنت راجلي اب لوليداتي وتنازلت لي وجيت معاه. واخا الدعوه تماك ما كانش، يعني كان هو غير بغى تبقى في البحث حيت حنا ما لقيناش في الاول العنوان ديالو. المهم نزلت ما بقاش متابعه وجيت مع بنيه صافيه. من بعد سيدي منين طلع داكشي للمحكمه كيقول قدام وكيل الملك انا بغيت نتزوج بها، انا بغيتها، وجبت الاوراق ديال التحاليل. وانا ديك الساعه هو وهذا الشيء فين هذا الشيء حصلته في شهر رمضان المبارك، هو وياه لحني حتى لحني وز لي الاثاث ديال البيت، والنيه الصافيه هي اللي جابته لي حتى حصلته. اجي المهم منين حصلته صافي انا ما تنازلتليش، طلع داكشي للقاضي الفوق. قلت ليه ما منازلاش، قلت يقول لي ما انا بغيت نتزوج بها، ما باقيش بغيتها. صافي قدام الوكيل القاضي امه ما عاجبها الحال، كتقول لا هذيك هي اللي ديها، ما قالتش لا حشومه خصو ما يشوفونيش انا ما درت حتى شي حاجه الان، ما درت كيف خلاني باقا ما درت شي حاجه خايبه اللي تغضب صدر ربي. ما سعيتش ما بديتش لي ديال الزنق اللي كيقول هو عاونيني والديا عياو. بغيت نعرف واحد الحاجه، انا كنقول الزوج ديالي بغيت نعرف واحد الحاجه منك، على من خليتي هاد الاولاد؟ وشكون اللي طمع فيه يصرف لك عليهم ويزم؟ الاولاد كيكبروا وما صرفهم كتسات. انا من بعد داك الشيء دوز الخيانه الزوجيه، خرج نفت عليه الصيت ماك حيت صافي 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 تنقول لي عاليه. منين جا عندي كيطلبني قال لي والو بغيت نسني نتزوج بها. قلت ليه واش؟ قلت ليه لا ما يمكنش ما تسني. قال لي وصلني على صيد الدراري نزليه باش تصفى بيناتنا القلوب. قلت ليه لا، انا صيد الدراري ما يتنازلش عليا حتى نموت، هذاك حقي في الدنيا وفي الاخيره ما عليا حتى شي سميتو، ما غادوش عليا صدر ربي. صافي قال لي بلا انا نعيش معاك، تا يمشي ويجي ويمشي ويجي مر يصيد داك الشويه ويمشي ويجي ويمشي ويجي ويصير داك الشويه، ما تيخرجش الكرا والموضوع غير تيجيب داك الشيء اللي بغا ويصير داك الشويه. جا العيد الصغير، جا عندي هو ومو، انا ديك الساعه تنتوحم وتنقول ليها تنتوحم راه حامله. قال لي وايلي ويلي ما داش فيا، انا كنتوحم بعد بعد الوليد دابا اللي عندي عنده 18 شهور. من بعد مشى هو دوز الحبس حيت كان روسيرشي. انا اش درت؟ مشيت للدرك الملكي، ماشي صيفطو قلت لهم جيو دخلوا للحبس، حيت مولات الدار قالت لي ها العار خرجي خلصي لي ولا نجي نريشك ولا نجي نتفك، تتهددني وخوفتني. وقلت لها غادي نشوف كيفاش، قالت تنعلني هكا في التليفون. اش غنقول لك؟ لحد الان انا بحال انا اللي بان ليا فيه، شنو السبب اللي بان ليا فيه؟ بان ليا فيه ان السيد اش غنقول لك؟ ما عرفتش كيفاش نعبر على هاد الكلمه، تيبان بحال السيد يعني باغي البديل، يعني بحال من مني انا. وانا لحد الان انا ماشي نقول لك شي وحده خايبه ولا ما تمش بالمنزل ديالي ولا بالزوج ديالي، هو بحال بينتقم. انا كيبان ليا بغى ينتقم حيت فاش كنت عايشه انا وياه في مراكش كنضربني على كلشي،
ضربني على كرشي وهزاتني لابيلانس وفداك البياص اللي البايونس اللي كيحطوا فيه المرضى وقدني من البياص قدام الجيران هما باقيين حيين وشاهدين. منين قلب لي انا دعيت وزرق لي عينيا دخل فيها شهرين ديال الحبس وناوي نتنازل ليه ولكن ما عرفتش كيفاش تيقولوا لي لا رجعي فحالك رجعي فحالك. المهم داكشي القدر. ومن بعد عشنا ثاني ولدنا هذا اي سميتو الولد الوسطاني دابا انا كنظن بحال بغى ينتقم مني يعني بغى يعني ما تلاش بغاني صافي ولا انا كيبان لي فهاد السيد ما قادرش على المسؤوليه حيت فعلا كيخلي 4 شهور هنا ويزيد وخلي 3 شهور هنا ويزيد وفوق من داكشي راه ومنين جيت نسول عليه الدار قالوا لي راجلك خدام مزيان وبخير كيصور فلوس راه هو غير هو في ديك البليه ديال انه كيبغي يخرج للزنقه وكيخسر فلوسو على اخرين. ولكن انا هذا السيد انا ماشي جيت طلبته باش نتزوج به ولا داكشي القدر. كنت عند الاخت ديالي حتى شافتني امه شافني هو وقال لك والو. المهم انا من نهار تزوجت به وانا مع هو وانا معاه في المخزن وفي العنف تنقول السيد بيدي الله وانا ماشي كنمشي انا ماشي باغي ننتقم منه. انا كنقول ليه الان خصو يعرف واحد الحاجه وخصو يعرفها خصك تعرف واحد الحاجه الزوجيه انا ماشي كنتقم منك ولا باغي ليك الحبس وقعد نتفرج فيك. اذا انا اش غنستافد من هذا الحبس انا علاش ملي كنشوفك انت ما بغيتي ترجع للطريق اش كندير كنقدم راسي للعداله باش تنصفني وتعطيني الحقوق ديالي حيت انت والو انت دابا كاع شحال 8 شهور هادي باش ولد ومرتو زحفت وما سولش فيا على الاقل في هذا الابن وعطاتو بواحد الامناء زوينين ماشي ديال التكرفيس. واش تكلني على امي امي مراه كبيره ومريضه شاد الركن عيات تكلني على خوالي خوال كله وعندهم ولادي على من تكلني. واش كن انا هادي امي امي عندها داك المسكين ديال راهي ديال الناس كانت خدامه معهم شحال هادي وديال الناس ودابا عطاو عليها غنعيش انا تماك دابا كنعيش مع ديك السيده هاد باقي سيدي باقي عايش مع ديك السيده انا ما شفتوش بعينيا ولكن كنجيب الخبر ديالو كيقولوا لي الناس باقي عايش مع السيده. ومنين كنت واحد المره مشيت للمحكمه قالوا لي واش رجع لولادو واش هذا الله منين قلت له ما رجعش قال لي اذا ما رجعش اذا باقي معاه خصك تنفدي عليه. بغيت نقول لك الزوج ديالي راه ما غاديش ندير دعوه جديده حيت باقي عندك مواصله التنفيذ غن راه الا فدرتها لك غتمشي فيها ولا درت لك تعويضات المدنيه وما تقولش عندك ثلاثه تشدات الى ان يسقط الفرض شرعا. الصيد ديال الدري ما كيموتش هذا القانون انا الحمد لله راه وهي. وانا كنقول لك الزوج ديالي انا ما بغيتلكش تسي الحبس تنقسم لك باليمين ما بغيتلكش تكرفيس علاش ولدت معاك وليدات والموت والحياة بنا. انا كنقول لك هز ولادك بالعربيه هز ولادك راهم كرفسين ومراضين ثم ماشي نقول لك انت 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 جيب لي اللي ما كايناش جيب لي قسم صيد ربي. هذيك السيده هذيك السيده ما عطاهاش لك الشرع ما عطاهاش لك القانون يعني انت عايش في الحرام راه خصك تعرف الحرام عرفتي خصك تقرا وتراجع زعما راك راه دايز من المدرسه. او كنقول لك الحاله المدنيه عاد حط لي الحاله المدنيه انا راه ماشي تسحب دابا واش انا تهرس ولا القانون المدني معايا والو انا الحمد لله الحقوق ديالي راه باقا عند القانون. انا دابا غير منين قلبي طاب مول الضربه يجري عليا بايلو حنا الشاري انا دابا الحد الان انا ما لقيتش من كل ولادي لحد الان انا مكرفصه. شوف دير حل مع ولادك هذا الا كانوا هادو ماشي ولادك ولا هذا الصغير اللي عندي دابا ماشي ولدك يلاه بيا ليا انا شي بحاله ما داير بغي نحط في هذاك الولد الوسطاني وهذا دابا اللي عندي دابا انا ما درت لك حتى شي حاجه انا بغيت نعرف اشنو درت لك علاش انا كنوجه نداء لهذيك السيده اللي معاه الله يرحم جدك اعطي الراجل التيسع راه غادي تعاودي الحبس راه المحكمه غادي دير عليك بحث نقولها لك الا هو كان ينيت فعلا يعني تبارك الله عليه ونيه عمر الرجوله وبغاك يدير القوانين يدير لي المسكن ديالي ويخلص لي حقوقي اللي عطاني المخزن وديك الساعه انت يدير لك المسكن ديالي. اما باش يخوني يبدا يدير داك الشيء من ورايا لا لا ابدا انا ما متلقاش وما منازلاش وبغيت حقوقي ومتابعك وما بغيت لك شي حاجه خايبه اللي ضرك الزوج ديالي بغيت لك كل خير جيب حقوق مثل كل خير وام الله يهديها حشومه عليك. انا عرفتك واش كذبتي عليا قالت لي ولدي هرب يا فين ما مشى فخا يمشي للخارج راه تابعه انا علاش انا ماشي بغيت نقول لك ما تلصق فيه بزز انا تبع حقوقي حيت هو مشى عند واحد السيده صاحبتي بلا ما نذكر الاسم قال ليها ها التليفون ايفون ها الفلوس انا هذيك هي اللي غندي تجري عند ما واش انا هاد الام ديالي واش هي اللي ولدته الا كانت هي اللي مزوجه دبي غدا انت واش هاد الام ديالي طبعا في مره كبير دفعها وطيح يكون هاد الام معايا جات معايا دابا راه غير غادي تشوفوها كاع ما غنخبيهاش شكون دابا على من تكلهم واش هو كياكل ويشرب منين كيطلع ينزل ديك اللقمه ما كيحشب وليداتو راه اش غنقول لكم راه الزوجه الحقوق ديالها راه عند الله وعند المخزن انا ما نكذبش عليكم انا مكرفصه كنطلب منكم تقدموا لي هاد المساعده ودعوا معايا انا ما كنطلبش
وما كنديرش حاجه اللي تغضب سيدي ربي. واخا الجوع انا راه فاش كنت كنتوحم كنتموت بالجوع ولادي كيطلوا من الشراجم قسما بالله. فاش كنت نتوحم والعيد ما عيدناش ودرت في الخبز ديال مول جابير. انا ماشي جيت تقول لي جواتك ولا انا ديما غنمشي من هنا حتى للرباط وعجب محمد السادس. الله ينصر سيدنا والله ينصر انا دابا بغيت دابا غير نفد. ما لقيتش باش نركب. بغيت ندير محامي ما لقيتش باش. ولكن الا عفت مزيان راه المحامي غديروا لي المحكمه وغنطلبهم غيكتبوا لي شكايه. ولكن علاش انا غنبقى ندير هذا الشيء؟ المهم بغيت نقول لك هز ولادك الله يرحم لك الوالدين. راه القانون ما كيرحمش والله تبارك وتعالى في الوجود. انا ما بغيت لك شي حاجه اللي تغضبك. وهذيك السيده انا كنلعنها دنيا واخرى. عطيت التسع على راجلي ويلا هو بغاها الا بغى يتزوج بها يعطيني الصير اللي حكمه به المحكمه والمتابعه ديال الصير الاخر والمسكن ديالي والملبس ومن غير كاع ديك الاحتياجات ديال ديولي وديك الساعات يدير اللي عجبه.